بس خلصي اكل بسرعه بقى عشان نلحق نروح، عندي شغل الصبح بدري. يا سلام، وايه المشكله يعني لما تعطل شغلك الصبح بدري عشان خاطر سعادتنا الزوجيه؟ ايه السعاده يعني ان احنا نقعد ناكل في مطعم؟ ما احنا بناكل في بيوتنا بدل ما الناس يقعدوا يبصوا لنا في اللقمه يعني. يا سلام، ايه ده؟ ايه ده؟ مروه الشربجي؟ رانيا النوحي؟ يا حبيبتي وحشيني يا بنت اللذينه، ما شفتكيش من ايام الجامعه. انت عامله ايه؟ وحشاني. تعالوا اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. فين؟ عندنا شغل الصبح بدري. اعرفكم بجوزي امين النشرتي. اهلا وسهلا. اعرفكم بجودي عادل سعيد. اهلا استاذ عادل. اتفضل. عايز اقول لك على حاجه يا عادل، انت عارف مروه كانت زمان ايام الامتحانات كنت دايما بغششها من البرشامه بتاعتي. يا سلام. طيب ومدام مروه ما كانتش بتذاكر ليه بنفسها؟ او على الاقل مثلا كنت تحضري برشامك بنفسك عشان يبقى نجحت بمجهودك؟ لا، مجهودي ده انا كنت موفراه للماجستير والدكتوراه. انت بتهرجي؟ انتي عملتي ماجستير ودكتوراه؟ 2 ماجستير و3 دكتوراه. و4 شاي بقى عشان القعده شكلها طويله يا كابتن. اهلا وسهلا يا استاذ نشنجي. لا، نشنجي ده اسم عيله الوالده، موطنها الاصلي خلف نادي الصيد، لكن انا نشرتي تي تي بكسر الياء. يا ما شاء الله، حضرتك بتكسر الياء، يعني واضح ان حضرتك عنيف. بالعكس، جوزي مرن جدا ومطيع، مثال لزوج الالفيه المعاصره. يا سلام ما شاء الله. يعني ايه معاصره حضرتك؟ صحيت مره من النوم قلت له نشرتي انا عايزه احضر الماجستير. ياه، يعني بدل ما تحضري الفطار بتحضري الماجستير. وحضرتك رايك ايه يا استاذ نشفتي؟ لو نشرتي نطقها صعب عليك ارفع الشين. يا سلام ما شاء الله، عمال بترفع الشين وبتكسر الياء، اتظبط لنا القعده حضرتك. بقول لك ايه، هو انت لما طلبتي منه ان انت تعملي الماجستير كان رد فعله ايه؟ قال لي اوكي طبعا يا شيخه. طب انت بقى قدرتي ازاي توافقي ما بين طلبات البيت وشغل البيت والماجستير؟ طلبات بيت ايه يا رانيا، انا ما كنتش بغسل كوبايه. يا ما شاء الله، يعني حضرتك المايه قطعت وانت بتعملي الماجستير، شوفي النصيب، يعني ما تقطع عشان تغسليش كوبايه. لا انا اللي كنت بغسل. يا راجل، يعني عمال بتكسر وبترفع وتغسل. الله عليك الله عليك يا استاذ نشرتي، كده وانت متعاون وكنت بتغسل كل كوبايات البيت. اصلها كانت ايام، يعني في كان في بقى غسيل ومكوى وطبيخ وتسييق وتصوير. تصوير؟ يعني حضرتك كنت بتصورها وهي بتحضر الماجستير، ولا هي اللي بتصورك وانت بتسيق البيت؟ لا، انا كنت بصور ورق الرساله. طب ليه حضرتك ما عملتش معاها رساله دكتوراه انت كمان؟ على الاقل كنت اخدته الاثنين بتمن رساله واحده. خفيفه. بصي دمه خفيف. دم خفيف الحمد لله، بس ما وصلتش لحد بقى التسييق والتنظيف والتصوير زي الاستاذ نشختي. لا انت كده بقى بتهين اسمي. يا عم بهين اسمك ايه يا عم؟ ده انت هنت كل حاجه ما شاء الله، وانت مستنيني اهين يعني؟ لو سمحت يا استاذ، انا ما احبش ابدا جوزي يتهزق بره البيت. هو جوزك بيتهزق جوه البيت بس؟ رانيا انت كده بتغلطي. يا سلام. لا 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 لا، بصي حضرتك يا ريت يعني تعزمينا بقى مره عندكم في البيت عشان نهزقه براحتنا. امين يلا بينا يا امين، احنا ما ينفعش ابدا نقعد مع ناس ما بتحترمناش. يلا يلا يا بيبي. بيبي ايه ده، هو ابوها ولا ايه؟ بقول لك ايه، حساب الشاي يا استاذ نشفتي، يا استاذ نشلتي. عادل على فكره انا عايزه اتكلم معاك في موضوع من ساعه ما جينا. طبعا ضميرك صحي وحسيت انك انت مذنبه يعني وغلطانه، عشان طبعا العزومه اللي انا وديتها لك حضرتك سندوتشين يا دوبك فيهم مثلا حته لحمه صغيره كده مع حتتين مخلل مع 4 كوبايات شاي، ادفع فيهم 100 جنيه يا رانيا. 100 جنيه حرام عليك يا رانيا. عادل على فكره بقى انا قررت ان انا احضر الماجستير والدكتوراه بتوعي. طب انا من رايي يعني بدل ما تلبخي نفسك الاثنين يبقوا مع بعض، ايه رايك مثلا تحضري الماجستير الصبح وعلى الغدا تحضري الدكتوراه وعلى العشاء تنسيهم، ايه رايك؟ على فكره طول الوقت ملاحظه ان انت بتسخر من طموحاتي واحلامي العلميه. يا ست اطمحي واحلامي زي ما انت عايزه، بس لعلمك بقى انا لا هغسل كوبايات ولا هسيق البيت ولا هعمل اكل ولا ليا دعوه بالكلام ده كله. انا مش عايزه منك غير ان انت توافق.
طيب لو هتقدري يعني تنسقي انتي وسناء وماما ومامتك مثلا ونجلاء وياسمين لو عايزه تنظموا يعني شغل البيت مع بعضيكوا بجد يا رانيا، بجد بجد انا ما عنديش اي مانع. يعني انت موافق؟ ياس. هتشوفي يا مروه، هتشوفي، هعمل 5 دكتوراه و5 ماجستير. رانيا خلاص ما تقلقيش، انا كاتب كله ولما هيجي عادل هبقى اقول له يا ستي. حاضر، ابقي سلميلي بقى على سناء بقى. يلا باي باي. انت ايه قاعد على المكتب واستولت وقلت لك الصوره دي؟ يلا الزباين بيخش يشوف الصوره، يلا بيجروا، يلا ما تحطليش صورتك هنا على الخزن. ايه اللي معادك هنا؟ دولا كانت رانيا يا عم بتمليني طلبات هي عايزاها منك اهي بقى. طلبات عايزاها مني؟ اه. ايه الخط الزباله ده؟ ايه ده؟ انت بتقرا الخط ده ازاي؟ انا طالبه ايه؟ لا يا دول ما انا مش بقراه، انا بس بعلمه. بتعلمه ايه عشان ما يتوهش منك يعني؟ يا ابني ايه الكلام ده؟ مش عارف اقراه، طالبه ايه؟ هي دول قلمين جاف وقلم رصاص واستيكا و استيقه؟ استيقه وبرايه؟ ايه يخرب بيتك؟ امال التعليم ايه اللي اتعلمته يالا؟ بتكتب ازاي؟ اقعد اكتب يالا، خد اكتب كده انا همليك واكتب. لا انا مش عايز اكتب دلوقتي يا دولا بقى. اقعد اكتب يالا، اقعد اكتب. طيب ما بعرفش اكتب وانا واقف بقى. ها؟ اقعد اقعد يا اخويا حجة البليد، اقعد ورينا تكتب. هوف؟ ماشي ماشي. هتقول لي هوف ولا ايه؟ ماشي يا دولا حاضر. اكتب. ماشي. ذهب ذهب رمزي رمزي الى المصيف الى المصيف يوم الاربعاء. يوم الاربعاء. دولا هي الأربعاء دي يعني الهمزة بتاعتها على الألف ولا على السطر؟ خليها يوم الخميس. غبي غبي، دي أستيكة. يبقى أستيكة دي، أستيكة دي بس بس بس. دولا ما قلتليش بقى، دولا أنت يعني هي رانيا عايزة الطلبات دي لمين؟ لياسمين بنتكو؟ لا يا سيدي، لرانيا نفسها يا سيدي. ليه دول؟ هتحضر دكتوراه. اه تحضر دكتوراه زي ما تحضر عفاريت مثلا. لا يلا تحضر دكتوراه، يعني رانيا هتبقى دكتورة يا سيدي. اه الف مبروك يا دولا، ده الواحد بقى كده يعيا براحته بقى علشان هيتعالج ببلاش وتعور. عورني يا دولا. يلا مش دكتورة يعني بتعالج بني ادمين وبهايم وكده، لا لا لا، دكتورة يعني اللي هي تقعد تقرا في الكتب فتذاكر من الكتب جامد فتبقى دكتورة في الكتب دي نفسها يعني. ايوه ايوه دولا صح يا دولا، زي الواد مسعود ابن خالته دولا، كان عنده كتب كتير قوي كده بتاع الطب، يعني كان لما بيجي يعيا بيقوم فاتح الكتب دي ويقعد يعالج نفسه بيها على طول. الله يرحمه، مش ده كان مات من غلطة مطبعية؟ ايه ده؟ ايه؟ اتخبطت تاني. ياسمين سلفيني الاستيكة بتاعتك. لا بقى يا ماما، انت بتترفي الحاجة ومش بترجعها لي تاني. ياسمين هخليكي تحصي من صباع الروش بتاعي. بتاعتي لأن مش فوسفوريك كمان؟ فوسفوريك ايه؟ رانيا مش هتقومي تغسلي المواعين ولا احنا اللي هنقوم بشغل البيت كله وانت قاعده؟ انتي انا مش فاضيه للحاجات دي، انا عايزه اخلص اخر فصل في المقدمه بتاعتي. هو انت لسه في المقدمه؟ اما اللي هتقسطي المنهج على كام سنه ولا كام شهر؟ خفه. ودي يا رانيا صورت لك فصل من كتاب الجنح للدكتور سيد الحبسجي. ربنا يفك سجنه ويفك سجننا. قادر يا كريم يا ماما بدل القعده الرمادي اللي احنا قاعدينها دي. انت عارف يعني ايه رانيا تعمل دكتوراه؟ اه عارف طبعا يا ماما، يعني ورق بقى وملازم وتتشغل هي، وعلى الاقل بقى ايه تفضيلي دماغي وتسيبني براحتي. ماما جيبي معاه من الاخر، بالطريقه اللي بتتكلمي معاه بيها دي مش هتاخدي حق ولا باطل. من الاخر كده يا عادل انت معاك دبلون. والله بجد يا ماما عمري ما اتمنظرت على حد بالشهاده بتاعتي ابدا. يعني ينفع يعني مامتك يبقى معاها دكتوراه وانت معاك دبلوم؟ يعني اعمل ايه يعني؟ احضر دكتوراه انا كمان بالدبلوم بتاعي؟ اذا كان هي معاها قصنص حقوق وبتبتدي تتفرد علينا. والقصنص حقوق اللي معاها ده بقى اسبري ولا بليه دواره؟ بتتمسخر؟ بتتمسخر على ايه؟ ده انت هتبقى مسخره، مسخره في وسط كل الرجاله. لما تروح تتعرف انت ومراتك على حد هتقول له ايه؟ مراتي الست الدكتوره وانا حاصل على دبلوم. تفتكروا يعني الحكايه دي تبقى شكلها وحش ولا ايه؟ يا نهار ابيض، شكلها 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 طبعا وحش. الفرق بين الدبلوم والدكتوراه يا عادل الفرق مش هقول لك الفرق، ما انت عارف. يعني اقول لها ما تاخديش الدكتوراه عشان انا معايا دبلوم يعني؟ اوعى تقول كده لتبان انك ضعيف وناقص في الحته دي. ولو عرفت نقطه ضعفك تفضل تديلك 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 لغايه ما تمرمغك في الارض. ايه يا اخوانا يا جماعه انتوا كده وترتوني جدا. انت تقف لها بالمرصاد
وما تخليهاش تفتح اي كتاب. خليهاش تفتح اي كتاب. كرامتك كراجل يا عادل هتتمرمغ في التراب لو رانيا خدت الدكتوراه. كرامتك هتتبهدل لو رانيا خدت الدكتوراه. يا انا يا الدكتوراه في البيت ده. ايه ده؟ ده جايبين فيلم الفزع الرهيب النهارده في التلفزيون، الفيلم اللي انت بتحبيه رانيا. ياه سوري يا عادل يا حبيبي، انا مش هقعد اتفرج على افلام دلوقتي، انا عندي مذاكره كتير قوي. يا حبيبتي يعني المذاكره هتروح فين؟ تعالي اتفرجي وبكره بقى ذاكري. بصي يا حبيبي انا عايزه اقول لك على معلومه، ان لقب الدكتوراه ده لقب يستحق كل التضحيات، حتى لو كانت التضحيه اعلاميه مش مشكله. الفيلم ده بكره لما ياخد الدكتوراه اتفرج عليه مره واثنين وثلاثه و10 عادي. طب بابا ممكن انا اتفرج على الفيلم؟ لا 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 ياسمين ذاكري، مفيش افلام، ذاكري يلا. يا الفيلم بدا اهو. عارفه يا ماما احلى حاجه بالفيلم ده ايه؟ انه لازم يتابع من الاول لان الفزع كله موجود في الاول. ايوه ايوه الفزع الرهيب الرهيب بقى بيبدا من نص الفيلم. رانيا رانيا الحته اللي انت بتحبيها يا رانيا في الفيلم اهي اهي، ساعه ما هو الراجل بقى دخل على القصر المهجور ودخل بقى لقى الاشباح مستنيينه ومعاهم الساحره المنبوذه اللي كانوا بلغوا فيها الاسم اهي. لا 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 عادي يعني، انا ممكن اتفرج على الفيلم ده مره واتنين وتلاته يعني عادي. بكره في الاعاده. لا لا عادي ايه، المحطه دي ما بتعيدش الفيلم، المحطه دي بكره الظهر ان شاء الله قافله عشان عندهم تحسينات. يلا يا رانيا حبيبتي علشان تاكلي، انا عاوزاكي تاكلي كويس عشان تعرفي تركزي في المذاكره. طيب يا رانيا ما دام هتاكلي كلي وانت بتتفرجي يا ماما. على فكره بقى انا عايزه اقول لك على حاجه مهمه جدا، المخ فيه قناتين فقط للتركيز، قناه منهم للاكل وقناه منهم للمذاكره. اعتبري ان قناه منهم اتشفرت. تعالي تعالي تعالي. وعلى فكره انا عادتي معاك مش خيانه، اركز خالص، انا داخله اذاكر جوه في الاوضه واسع من طريق. يا رانيا رانيا الفيلم هيفوتك يا رانيا. طيب ماشي ذاكر ذاكر ذاكر. رانيا حتى المكياج بتاعتك اللي انت مليانه بيها كده اهو، التسريحه دي افرض انا عايز احط اي حاجه احطها ازاي؟ بصي كم الحاجات اللي انت حطاها، ودي اساسا ما بتشتغلش اهي، بصي ما بتشتغلش لا فيها كلونيا ولا فيها اي حاجه، عامله لي زحمه هنا وخلاص. يا رانيا معقوله؟ عادل لو سمحت اسكت عشان عايزه اذاكر. ما اذاكري انا بقول لك، بس يعني عشان تبقي تفضي لي حته جنبيهم مثلا ولا حاجه. يلا مش ام ميرفت طلقت جوزها امبارح؟ عادل يعني بس رجعته تاني النهارده، يعني هم على طول بقى يتطلقوا ويرجعوا كده وعلى طول طول الوقت. بس ام ميرفت على فكره من اول الناس اللي احنا قابلناهم اول ما جينا هنا في العماره، يعني ست لطيفه جدا يعني، وبعدين عارفه بتحبنا يعني، مش مثلا من الناس اللي هم بيتضايقوا او يلا طيب تصبح على خير يا رانيا. رانيا لا اكيد في حرامي بره في الصاله. عرفت ازاي؟ عشان ما فيش صوت خالص. ممكن تطلعي تبص على الحرامي ده لو سمحتي؟ يعني عايزني انا واحده ست اطلع ابص على الحرامي؟ ما ممكن ما يبقاش حرامي راجل، ممكن تبقى حراميه ست. عايزاني اطلع على واحده ست بص الساعه كام اطلع لها يعني ابص عليها يعني، وهي حتى لو حراميه يعني. وحياه امك سيبني اذاكر. لا خلاص براحتك ذاكر خلاص، حتى لو حرامي موجود اهو البيت يولع بقى، هنعمل ايه عشان انت مهتمه بمذاكرتك قوي يعني. ماشي ماشي صباح الخير. رانيا مش عارف انام يا رانيا. هو في ايه عادل؟ مش عارف انام، ما بعرفش انام وحد بيقعد يذاكر جنبي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ قصدي يعني من وانا صغير يعني ما بعرفش انام ونور منور كده، بص النور في الاوضه منور ازاي كتير جدا، ما بعرفش انام انا في النور. ماشي عادل اسكت بقى. ماشي وادي النور اهو يلا ساتر بقى على خير. خمد بقى خمد. ايه جو مسلسل الايام اللي انت عاملاه ده؟ قاعده بتذاكري على شمعه. يا ماما ما دام عايزه تذاكري والمذاكره مقطعه بعضها انزلي مثلا ذاكري تحت على النور بتاع العمود. عادل انت عايزه ايه يا عادل؟
ده رانيا حبيبتي، انت لا ما تنرفزيش نفسك، ايه الحاله العصبيه اللي جات لك مره واحده ده؟ لا 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 لا، انت محتاجه تريحي اعصابك. ايه رايك نخرج بره مثلا نتمشى على النيل؟ اكيد النيل دلوقتي عامل طراوه جامده جدا. او نروح مثلا نتعشى في اي حته. نتعشى في اي حته، خلاص نتعشى في اي حته، نتعشى في اي حته. ايه رايك نتعشى في اي حته عشان نتاخر؟ يلا ها، يلا حرام عليك يا عادل، انا شربت العصير واتعشيت وحليت ودخلت الحمام مرتين ورجعت اتعشيت تاني، وانت من ساعتها قاعد ما طلبتش حاجه غير كوبايه الشاي اللي بقالك ساعه بتشرب فيها. في ايه يا رانيا؟ انت مستعجله على ايه؟ ما احنا قاعدين يا ماما. ما قلت لك 100 مره عندي مذاكره ولازم اروح بكره الصبح المكتبه عشان السيرش بتاعي. يا سلام، طب ما انا عندي شغل برضو في البازار وبعمل سيرش على رمزي طول اليوم وبلاقيه مستخبي مش عارف فين يعني. وبعدين بالرغم لا 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 يا رانيا، لا لا، انت ما بقيتيش تحبيني زي الاول يا رانيا. لا لا يا عادل، والله لسه بحبك يا عادل. يا سلام، بتحبيني ويلا بسرعه ومستعجله وعايزه نقوم وبتاع. لا لا يا رانيا، لا، انت بتحبيني بس ومبينه انك انت بتحبيني لغايه ما الحساب يجي، احاسب بعد كده ترجع ما بتحبنيش تاني يا رانيا. بص اقول لك على حاجه، حاسب وهتشوف، حاسب وهتشوف. شفتي بقى. شفتي، لو بتحبيني كنت خفتي على فلوسي يا ماما، ما كنتيش كل شويه تقولي لي حاسب حاسب حاسب. معلش حضرتك، ممكن الحساب لان احنا لازم نقفل الكافيه ده دلوقتي، وبعدين حضرتك لماح يعني بسم الله ما شاء الله، والكافيه ما فيش حد غيركم فيه. حاضر يا سيدي، من غير ما تقطبنا وريني الحساب كام. طيب اتفضل، وهات الباقي لو سمحت. حاضر. حاضر، حرام عليك، ما بقاش في حد قاعد غيرنا، يلا بقى نقوم بقى. ايه يا رانيا؟ ايه يا رانيا؟ مش خايفه على فلوسي؟ استنى الباقي يا ماما، الباقي ده اهم حاجه دلوقتي. على فكره انا شم ريحه استعباط في الكلام اللي انت بتقوله، انت بتعمل كده ليه يا عادل؟ انا بعمل كده ليه؟ عادي يا ماما. الباقي حضرتك، هو عموما نص جنيه يعني. نص جنيه. طيب بص، لو سمحت روح كهولنا بقى ايه ربعين عشان اديكوا بقشيش انت والشباب، طبعا سيرتوا معانا. يلا. لا مرسي، مش عايزين بقشيش. وايه اللي مش عايزين؟ انا عايز اديكوا بقشيش يا سيدي، انا راجل لارج. وروح فكها لي لو انتوا ما عندكوش فكه من هنا، من اي حته بقى، من العباسيه، من المطريه، من عين شمس، يعني ايه براحتك، وتعالى على مهلك ربعين. ها حاضر. خارجة ولا ايه؟ انا لسه راجعة من برا، كنت بقابل الدكتور المشرف على الماجستير بتاعي. وتقابلي ليه؟ عشان رسالة الماجستير بتاعتي. وماجستير ليه؟ عشان الدكتوراه. ودكتوراه ليه؟ ناقصك ايه يا هانم؟ سريرك ناقص ملة، تلاجتك ناقصة جبنة، حمامك ناقص صابونة، دكتوراه ليه؟ عادل، انا كنت بقابل الدكتور عشان اعتذر له عن رسالة الماجستير بتاعتي. تعتذري له؟ ازاي يعني؟ ايه مش هتاخدي الماجستير والدكتوراه؟ ازاي؟ لا معقوله؟ ده انت كان حلمك وطموحك انك انت تاخدي الماجستير والدكتوراه، ازاي تتنازلي عن حلمك بالسهوله دي يعني؟ البت مروه بنت اللذينه طلعت بتنخى عليا. تخيل، بنت اللذينه لا معاها لا ماجستير ولا دكتوراه ولا بتعرف تفك الخط اصلا. كل ده كانت بتضحك على جوزها لهبل عشان هو اللي يتولى بقى شغل البيت. الكوميديا بقى ان هي اصلا ما عاش سنه رابعه، دي طالعه بثلاث مواد يا عادل، دي مش عارفه لحد دلوقتي تخلص، بقى لها 8 سنين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. إيه؟ الحمد لله انك انت خلصتي سنه رابعه من اول سنه، وعرفت كمان انك جبتي تقدير مقبول جدا، ودي حاجه طبعا تدعو للفخر. برافو عليك يا رانيا. الحمد لله الحمد لله. عادل، هو انا كنت عايزه اسالك سؤال يعني كده شويه كده محرج يعني. لا 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 حبيبتي، انت برات اسالي زي ما انت عايزه طبعا. هو انت كنت هتزعل يعني لو انا خدت الدكتوراه؟ لا 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 خالص، بالعكس تماما، ده انا كنت ابقى فرحان جدا ان مراتي دكتوره، وقدام كل اصحابي بقى اللي بالكتير مراتاتهم مثلا معاهم دبلوم او اعدادي مثلا، كنت اقول لهم بقى مراتي دكتوره، وبعدين لعلمك تكشفها عليا ببلاش، ممكن اجيب لك الواد رمزي تقعدي تتدربي في تعملي عمليات وتفشل براحتك، كنت ابقى فرحان طبعا. لا، على اساس يعني ان انا كان هيبقى معايا ماجستير ودكتوراه وانت معاك دبلوم. ها لا ازعل ليه؟ ما هي بصراحه يعني عادل، انا عارفه ان الراجل مش بشهادته ومركزه، الراجل بحميته وامانه، وانت مدينا كل ده يا عادل. وبصراحه يعني انا كده فكرت وقلت يعني احسن لنا يعني نذاكر لياسمين على اساس يعني ان هي بقى اللي تبقى تاخد الدكتوراه. ربنا يخليكي ليا يا رانيا ويخليكي لبيتك يا رب. ميرسي يا عادل.
وبجد يا رانيا مش عارف من غيرك كنت اعمل ايه. يعني انت طول عمرك واقفه معايا واقفه جنبي في كل الظروف، بتبقي واقفه جنبي يعني. ميرسي عادي. يعني افتكر طبعا لما كنت شغال موظف قبل ما افتح البازار، واول ما اترفدت من الوظيفه لقيتك جنبي. فاكره يا واول ما خدت البازار ويا دوبك استلمت البازار مفيش يومين ثلاثه والبازار ولع ولقيتك واقفه جنبي. دي كانت ايام جامده. ولما عملت الزايده مرتين واقفه جنبي. ولما الضرايب حجزت على البازار كنت واقفه جنبي. فعلا. مش عارف حاسس ليه انك نحس. مين؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبار المدرسه ايه؟ خد يا بنت، ما بترديش على بابا ليه؟ مش هجيبه، متضايقه شويه. متضايقه؟ لا لا لا، ازاي متضايقه وبابا موجود؟ تعالي يا حبيبتي تعالي في حضن الاب، حيث الرعايه، حيث الامن، حيث الامان، حيث قولوا لي بقى يعني ايه اللي مزعلك؟ انجي صاحبتي. مالها انجي صاحبتك؟ عملت فيها مقلب النهارده. مقلب؟ مقلب ايه؟ فتحت شنطتي من ورايا وحطت لي فور لعبه في الشنطه. وبعدين؟ بعد كده انا خصمتها. لا 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 لا، بصي يا ياسمين، هي طبعا انجي دي غلطانه انها عملت مقلب زي كده فيكي يعني، بس برضو عيب ان احنا نخصم حد. ما ينفعش يا ياسمين حبيبتي، ياسمين ما ينفعش تخاصم حد. بس هي خلت كل صحابي يضحكوا عليا وانا ما بحبش حد يضحك عليا. طالعه لمامتك يا حبيبتي عندك كرامه. كرامتي بس يا رانيا؟ يا رانيا ما ينفعش ان البنت تخاصم صاحبتها، يعني ما احنا ياما صاحبنا وياما عرفنا ناس، لكن كنا بنعمل مقالب في بعض وكنا بنزعل من بعض، لكن عمرنا ما خاصمنا بعض يا حبيبتي. مظبوط يا ياسمين. يعني ايه عمرهم ما زعلوا من بعض ولا خصموا بعض خالص؟ فاكر بومبا يا عادل؟ بومبا؟ ايه بومبا ده يا ماما؟ بومبا مين؟ بومبا يا عادل، انت نسيته؟ صاحبك. يعني فاكره يا ماما. ده كان صاحب باباك يا ياسمين، وكان بيعمل فيه كل مقلب ومقلب، انما ايه يطلع من نفوخه. انا مش فاكر خالص يا ماما حكايه المقالب دي، كان بيعمل مقالب؟ طبعا فاكر، لما خلى الكلب يجري وراك وقعدت تجري لغايه ما استخبيت في مدرسه البنات. بتضحك على ايه؟ حكي على ايه؟ اهو ده مثلا، يعني عمري ما زعلت منه ولا حاجه، مش كده ماما؟ ايه الواد ده فين يا عادل؟ بقاله مده ما بيتصلش بيك. والله ما عارف يا ماما، انت عارفه بقى الدنيا تلاهي يعني، بس اخر حاجه سمعتها ان هو شغال في السينما. عليك يا عادل يا بيبي، حرام عليك يا عادل، يبقى عندك اصحاب في السينما شغالين في الفن كده ومش تجيبهم عندنا؟ ما انت عارف يا بيبي ان انا من وانا طالبه في الجامعه وانا نجمه وبعرف امثل وفظيعه ومتالقه، عندي مواهب، وعايز اقول لك كان ممكن ابقى ممثله سينما عظيمه عالميه وعربيه وابقى نجمه متلقلقه في سماء الفن لولا ان انا اتجوزتك. نجمه متلقلقه في سماء الفن. يا عم جاليليو وحكايه النجوم دي، وبعدين انت بقى لو عايزين نشوفك يعني نمسك تلسكوب عشان نبص على النجمه. اوكي، افضل انت تتريق كده وخليك ما تعرفش قيمه الست اللي واقفه جنبك. بابا، هو صاحبك ده ما بيجيش ليه؟ هو انتوا زعلانين من بعض؟ لا يا حبيبتي، احنا مش زعلانين من بعض، ما ينفعش ان انا ازعل من صاحبي ولا اصحابي يزعلوا مني، ده ما دام صحابي ما ينفعش يزعل بينا خالص. طب هو ليه مش بيجي هنا؟ عشان اكيد هو مشغول في السينما بتاعته دي، زي ما انا برضو مشغول في البازار بتاعي. طب بيبي بليز والنبي اعزمه عندنا كده علشان يمكن اكتشفني ولا حاجه. ده هيبقى مسلي قوي، ده هيبقى عامل زي توم وجيري. اعزمه، حاضر، هشوف يعني، هشوف يمكن اعزمه. شيء ايه 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 ايه؟ هتخش جوه التليفون عايز ايه؟ دولا انت بتدور على ايه؟ انت مالك؟ انت ما انت كل حاجه تحشر نفسك فيها؟ ايه دولا بس، اصل انا يعني شايفك عمال تدور كده. انت في حد بعت لك رساله بمناسبه عيد الشرطه؟ عيد الشرطه؟ خبط في الشرطه، خليهم يقبضوا عليك ونخلص منك. ايه دولا انت كده دايما صاددني كده وانا دولا يعني؟ بس ها ها بس بس بياهو يا معلم بومبا. مين؟ الو، بومبا، اخبارك ايه؟ اوعى مش انت، لا 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 مش انت، ده هنا. انت عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ انا عادل. عادل مين؟ انت نسيتني ولا ايه؟ عادل يا عم صاحبك، ساعه ما روي الكلب بتاعك قاعد يجري ورايا فاكر، وانت قاعد تضحك. بس ايه لا ده كلب تاني. اخبار روي ايه؟ مات؟
احسن احسن، يلا يلا، ده ظلم ناس كتير يعني. يا عم بهزر يا عم. المهم يا سيدي، بص بقى، انا مراتي وبنتي اما عرفوا ان انا اعرف حد يعني شغال في السيما وبتاع، فقالوا لي طب ما تعزموا عندنا في البيت. والله لا اتجوزت طبعا، ما بقول لك مراتي وبنتي ازاي يعني. المهم هبعت لك بقى العنوان، انت فاضي النهارده؟ حلو، هبعت لك العنوان مسج وهستناك يا معلم. ماشي ماشي يا بومبا، يلا مع السلامه. بقول لك يا دولا، يعني هو انت مصاحب بتاع انابيب؟ مصاحب بتاع انابيب اشمعنى يعني؟ اصل انت يعني عمال تقول له يا بومبا. يا سلام، وعشان بومبا يبقى بتاع انابيب، وانت ذكائك الحركي يعني فاهمك كده. لا يا سيدي، ده اسم الشهرة، لكن اسمه الحقيقي علي وزة وشغال في السيما. شغال في السيما واسمه علي وزة؟ ايه؟ هتتريق على اصحابه ولا ايه؟ طب ما انت اسمك زفت رمزي وشغال في بازار وغبي ومش فاهم حاجة عادي. يا سلام. طب بقول لك يا دولا، هو انت عازم علي بطة دون عندك في البيت؟ ايه هتتريق على صاحبي وعلي بطة بدل ولا انا مش عايز اسمع كلام خالص. عازمه في البيت، عايز حاجة؟ لا يا دولا. دولا وانت ليه ما بتعزمنيش عندك في البيت يا دولا؟ واحنا مش اصحاب، انت مش صاحبي. انا يعني بص، اليوم كله هتفضل معطلني باسئلتك، انا عندي مكالمات يا ابني عايز اعملها. انت مش صاحبي يا رمزي، مش صاحبي، انت قدري يا ابني، غصب عني بتقبلك يعني. دي ذنوب الواحد بيخلصها في دنيته، ويا رب اخلصها. ابعد عني بقى، عايز اعمل تليفونات. ماشي. النهارده بقى يا ياسمين، في واحد من اعز اصدقائي هيجي يزورنا. انا عايزك تعرفي ايه هي معنى الصداقه. ماشي. شكله هو اللي جه. روح افتح. ايوه ايوه ايوه. انا مش فاهم انا. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ عدوله عدوله، مش معقوله. عامل ايه؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ اخبار يا عم؟ خش خش. ازيك يا طنط؟ عامله ايه؟ ازيك انت يا حبيبي؟ عامل ايه؟ ايه طنط، شكلك اتغير شويه، بس الباروكه زي ما هي. ازيك يا سناء؟ ازيك يا رخم؟ رخم انا رخم. اكيد انت بنت عادل مش كده؟ ايوه يا سيدي، دي بنتي ياسمين، والحمد لله ان انا لحقت اخلفها قبل الخضه اللي انت عملتها لنا دي. مين حضرتك؟ دي يا سيدي نجلاء، اخت مراتي. بجد انا مبسوط بجد قوي يا عدوله، انت جمعت عيلتك كلها النهارده عشان تتعرف عليا. ولا جمعتهم ولا حاجه يا سيدي، هم كلهم قاعدين عندي هنا في البيت. ايه، كل دول قاعدين معاك؟ يعني راجل وشويه ستات؟ راجل وست ستات يا سيدي، وموضوع كده وهبقى فاهمه لك بعدين. مستر بومبا. دي يا سيدي مراتي، وبتعمل كده ليه؟ موضوع فهمهولك برضو بعدين. ازيك يا سناء، عامله ايه؟ لسه بتخافي زي ما انتي؟ ايه بخاف دي؟ انا ما بخافش، انا خوف استاد بالجماهير باللعيبه كمان. قال بخاف قال. يبقى اوفر زي ما انتي. وانت عامل ايه عدوله؟ شغال فين دلوقتي؟ انا يا سيدي عندي بازار. بازار ازاي يعني؟ ايه اللي بازار ازاي؟ بازار يعني محل بنبيع فيه تماثيل وحاجات زي كده للسياح يعني. وانت يا ياسمين عامله ايه في المدرسه؟ شطوره ولا طالعه زي باباكي بازار؟ لا شطوره زي باباكي. نهار اسوح على الكبسه، نهار اسوح. وانت بقى شغال ايه في السينما امال؟ شغال كاميرا؟ تلاقيكم برس وصامت كمان. برس متحرك لو سمحتي. بعد اذنك، انا اللي بعرف الاحداث في السينما، انا اللي بعمل، انا اللي بصمم المعارك في الافلام. هو لسه في معارك في الافلام؟ طبعا، حرق غرق دم، كل حاجه موجوده، ساسبنس. هي الشنطه دي فيها ايه يا عمو؟ فيها عده الشغل، تعالى ما اوريكي. البسي ده. شفتي يا ماما؟ شفتي؟ طول عمره رخم وبيجيب الحاجات اللي بتخوف دي. ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش. ايه يا ابني طول عمرك بتعمل حركات كده ليه؟ عقدتلي البيت. لسه اللي جايه.
يا رخم يا رخم. روحي يا اختي افتحي الباب. روحي. انت جبت حيوانات في بيتكم يا دولا؟ حيواناتي يا ابني انت مش عارفهم ولا ايه؟ ايوه دولا مش دوني سيد قشطه وده ابنه. ابنه ايه يا اهبل؟ دي ياسمين بنتي. ياسمين بنتك هي اتحولت؟ بص عمر دماغه ما هتجيب. عمر دماغه. اقلع يا ياسمين اقلع الماسك يا ياسمين. الحمد لله يخرب بيتك. ده لا عمرك ما روحت ملاهي يالا يا رمزي. ملاهي ايه بس يا دولا وانت بتديني حاجه يا عم عشان اروح اي حته؟ ده انت معذور يا دولا علشان البازار بتاعك المقشفر. ولا 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 ايه 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 بديك فلوس ايه؟ ده انا بديله فلوس بالهبل والله يا رانيا. ما انت عارفه يا عارف ده ما بديلوش اقل من 2000 جنيه في الشهر. ايه ده بجد؟ فعلا شكله تحفه. 2000 جنيه مين يا دولا؟ وانت مشغل حد تاني معاك في البازار يا عم؟ ابقى فاهمك بعدين بعدين. بس تصدق يا دولا صاحبك ده في حاجه في وشه تحس كده ان عنده عمق انساني. انا ايوه بص بص عامل ازاي. انت يا ابني هايل جميل تنفع قوي في ادوار الشر. ربنا يعمل بيتك يا رب. ادي الناس اللي بتقدر الناس اللي زيهم. شر ايه شر جميل. ايه بتاع ايه؟ لا انت فاهم غلط. ده بكتير ويعمل دور الغبي وهيبقى متميز فيه ما تقلقش يعني. صدقني يا دولا بجد. بص بص ناحية وشه. بص كمية الشر اللي جواه مش طبيعي. انا شخصيا خفت دلوقتي مش طبيعي. طب ما احنا فيها اهو. احنا نمثل مع بعض. انت هتعمل دور الراجل الطيب وانت هتعمل دور رئيس العصابة. ايه ده هو ممكن هنا؟ ده السينما طلعت سهلة خالص. طبعا كل شيء متاح مع بومبا ملك الاكشن. يلا هنبتدي. بص هو هيخش عليك دلوقتي هتلاقيه رافع حجمه اوعى تشك فيه خالص. بعد كده هتلاقيه بيهجم عليك ماسك سكينة برضو اوعى تشك فيه خالص. هتلاقيه هجم عليك بالسكينة وهينزل عليك. ايوه ساعتها بقى ممكن تشك فيه. صدقني اوعى تخاف منه. هيهجم عليك تروح انت هاجم عليه وتروح شايله وتروح شيله بيله وهوب ترميه من البلكونه. ايوه ايوه كده بقى يا اخي. يعني الواحد يستفيد يخلص منه وارميه من البلكونه. قول اكشن قول اكشن اكشن. ايه يا دولا اكشن ايه يا دولا؟ يا عم ابدي بيقول لك ارميه من البلكونه يا دولا. لا ده انا لسه صغير يا دولا بقى. صغير انت تعمل لي فيها عيل ياض. ده اكل عيش يا ابني. ده شغل شغل. يلا عشان ارميك من البلكونه. المهم بقى اما ارميك من البلكونه تبقى تطلع لي تاني عشان ارميك تاني نقعد نعيد نعيد لغايه ما اخلص منه. لا لا بص بص انا مش عايز امثل يا عم. امثل انت لوحدك. للاسف مفيش خيال سينمائي. انا عندي خيال سينمائي يا مستر. حتى شوف ترام 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 ترام. اهي المفروض بقى دي اللي ترميها بالبلكونه. عندك دور ليا؟ طبعا انا عندي دور. لف كده. عندي دور خدامه. خدامه خدامه. انا اعمل دور سيرفنت؟ لا 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 انا ما قلت سيرفنت. انا قلت خدامه. مش هنقعد بقى نعك. ثم دور الخدامه عندي ده دور مهم جدا بيحرك الاحداث وبشكل عشوائي. لعلمك بقى دور الخدامه ده هيليق عليكي جدا وهتعمليه بطبيعيه وبرومانسيه. ممكن تخرصي انت يا سناء؟ اخرص قصاد يا رانيا. لا 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 ايه ده ايه ده ايه ده؟ بحسن هتتكلموا مع بعض ولا ايه؟ وبعدين قالت تخرصي يا عادل. بس قالت تخرصي يا عادل. ها خلاص بعدين هتقعدوا تفضحونا قدام اللي ما يسواش واللي ما يسواش. يلا اتفضلوا خشوا اتفحوا. شكرا يا رانيا شكرا يا رانيا. يلا اتفضلوا اتفضلوا الغدا اتفضلوا الغدا. يلا اتفضلوا الغدا هناكل كلنا هناكل كلنا. وعاملين حاجه جميله ودمها خفيف. هذا رانيا اللي طبخه يا سيدي. اتفضل عامله فراخ بالحركات وعامله دي كوسه وفي عندك هنا اهو كمان ده سلطه وفي جميلة. عندك وعندك هنا اهو سيرفيس بقى انت ممكن. ايه يا جماعه خليكم فريش. يا دولا يا دولا الموبايل اللي مصدعنا ده يا دولا ما ترميه احسن يا عم. انت مين اللي انت منفض له ده؟ انت بتزعق لي انا على الصبح انا ولا ايه؟ صداع يا دولا. ولا 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 ده زفت الطين بومبا يا راجل. انت لسه ما تخلصتش منه يا دولا؟
مش كنت عرفت الاول اتخلص منك انت؟ شوف انا مستحملك بلاقي ايه. طب ليه كده بس يا دولا؟ والله العظيم يا ابني انت مش هتلاقي حد يحبك وامين عليك غير يا دولا. ده اهو بص ربنا بعت لك بومبا هون علشان يعرفك قيمتي. قيمتك انت؟ قيمتك يا ابني تلات تعريفه بالكتير يا ابني. قيمه ايه يا ابو قيمه؟ شكله مش هيسكت، لازم ارد عليه. الو يا بوم، معاه. كنت عامله سايلنت يا سيدي، كنت عامله سايلنت لان عندي شغل كتير. عندي شغل كتير، سياح مالين البازار ومش عارف افضى يعني عادي. ايه؟ لا مش مروح البيت النهارده، يعني هروح متاخر قوي عن النوم يعني، لان عندي شغل كتير وسياح هنا اهو. بص ايوه يس 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 نو 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 يس خلاص ماشي، هكلمك بعدين، هكلمك بعدين اول ما افضى. اوكي اوكي اوكي، يلا سلام 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 سلام. حلقت له يا معلم. ايوه كده. بقول لك ايه دول، انا عايز احلق انا كمان على فكره. ياسمين، ايه ده؟ ايه اللي عمل فيكي كده؟ ايه ده؟ ايه اللي ربطك كده؟ استني استني استني، انا هفكك بقى. ايه اللي عمل فيكي كده؟ يا نهار اسوح، وايه ده؟ وحبل تخين كده؟ دولا حبيبي، ايه بنامي خيالها السينمائي؟ بلعب بنتك انت اللي مكتفه كده وتقولي بنامي خيالها السينمائي، وبعد شويه تكلمني وتقولي انا طالب فديه عشان تنمي خيال انا السينمائي. المهم يا عدوله، انا جعان قوي، انا بقالي 10 ساعات بلعبها ومراتك كل ده تعمل اكل في المطبخ. انا عصافير بطني صوصوت. انت مش هتبطل برشات على الخلق كل شويه تاكل عند حد؟ وايه المشكله يعني؟ ما طالما في كروديات زيك اعمل اللي انا عايزه. كروديات وبتقولي كلمه زي دي وقدام بنتي؟ ماشي يا بومبا. لا 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 يا عادل، سوري بجد، مش هينفع كل يوم اقف في المطبخ بالساعات عشان اعمل اكل صاحبك السمك ده. بابا هو يعني ايه سمك؟ سمك يعني بايخ، يعني رخم، يعني غجت. تلاقيش يا رانيا، اوعدك ان دي اخر مره يدخل فيها البيت ده. وانت هتعرف تتخلص منه؟ فاكر زمان لما معرفتش تخلص منه وعملنا له عمل؟ ايه يا ماما، بس المرة دي ان شاء الله مش هنضطر نعمل له اعمال ولا اي حاجة. انا عندي خطة باذن الله ما تخرش المية. وانت يا ياسمين، البنت صاحبتك اللي انت اتخانقتي معاها دي وقلتلك لا ما ينفعش تتخانقوا مع بعض ولازم تبقوا اصحابه والكلام الفارغ ده، لا اتخانقي معاها وبايديكوا بالبنية وفي مناخيرها، مش عايزك تسكتي لاي حد. ها؟ خانقي بالبنية. قلت لي عليه ده جميل قوي. ما فين بقى السياح المفروض ان هم مالين المكان ومرشقينه في كل حته؟ السياح دول مش بيجوا في اي وقت يعني، دول ليهم مواعيد وليهم برامج وليهم جداول. انت فاكر الحكايه سبهلله كده يعني؟ بس انت بقى واضح ان ربنا فتحها عليك قوي يا دوله، ده انت طلعت مش سهل. هو صراحه انا مش سهل ومش صعب، انا دايما ببقى مواري بالباب. سياح ومواعيد وجداول، وايه بقى اللي نايم التحفه ده مع نفرتيتي؟ ده اصله تعبان معايا طول اليوم النهارده في الشغل، فعشان كده مقايل شويه هو ونفرتيتي. ازاي الكلام ده؟ طب والناس تقول ايه؟ في سمعه المكان، سمعه البازار. يعني انت قلقك قوي سمعه المكان وسمعه البازار، مش خايف على سمعه نفرتيتي؟ انا والله قلقان على سمعه كل التماثيل اللي في البازار، لدرجه اني بفكر اجيب حد يقف معايا هنا في البازار. بجد؟ طب ما انا موجود اهو، انا ممكن من بكره الصبح اجي اقف لك في البازار. تقف فين يا؟ اوفر ماي بادي على جثتي. بيتك كسرت تمثال. يلا يلا اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ انا مش فاهم انا. بس 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 يلا. امال انت بقى يا عم بومه، فين بقى الافلام وفين الاخراج ومشاريعك الضخمه؟ انت صايع بقى ما وراكش حاجه. اصل بصراحه بجد يا دوله، مزنقه معايا اول يومين دول، مش عارف ايه اللي بيحصل. تخيل تخيل، بيقولوا عليا انا ان انا نحس، كل ما حاجه تفرقع في لوكيشن وتنفجر وتيجي في عين حد زي السقه يقول لك بومبا السبب. هو انت كنت في فيلم السقه؟ لا بس اتهموني فيه. طب والله الناس دي بتفهم. ناقص تقول لي كمان انت بتفهم.
لا بقول لك ايه، احترم نفسك، انت هتبقى صبي عندي، احترم نفسك. ولا ايه يا رمزي، ايه يا رمزي، انت هتزعل صاحبي هنا في البازار وقدامي ولا ايه؟ ما انت شايفه دولا بيقول ايه يا دولا. خلاص اتكل على الله. دلوقتي يا استاذ بومبا، انا بفكر يعني في المشروع ده، مشروع ضخم جدا مش سهل خالص، بفكر ان انا انتج فيلم وانت اللي تخرجه. بجد؟ ابوس ايدك بجد، ربنا يخليك ليا بجد يا عدوله، انت اللي هتنتشلني من الوحده. خلاص انا كنت عارف كده من الاول. ايه يا دوله، انت اتجننت يا دوله؟ هتخلي الغبي ده يخرج لك فيلم يا دوله؟ لا وبعدين انت جبت فلوس منين اصلا؟ انت بتكسب من ورايا؟ ولا انت بتتكلم ليه؟ ايوه دوله ما تسيبني. هناك يلا ست نو جود بوي جود بوي، اسكت خالص، هو عارف بيعمل ايه. المهم افهم من كده ان انت موافق؟ طبعا موافق، هنبتدي الشغل من امتى؟ بس للاسف في مشكله صغيره. يعني مشكله ايه؟ انا اصلي عارف كنت مهتم بالموضوع ده جدا، لدرجه ان انا جبت كاميرا مخصوص للتصوير، عارف، جايب كاميرا يابانيه من اليابان. دي على كده اصلي. امال ايه، انا اجيب كل حاجه من بلدها، يعني اجيب الكاميرا من اليابان، اجيب الجبنه من دمياط كده يعني. بعد ما جبت الكاميرا للاسف حصلت مشكله كبيره قوي. ايه اللي حصل؟ مفيش، انا ما كانش عندي مكان احط الكاميرا فيه، فديتها لام ابراهيم جارتنا يعني تشيلها عندها. يعني ام ابراهيم مين؟ ام ابراهيم دي واحده جارتنا، ست لطيفه جدا، اديتها الكاميرا بس للاسف مسكت في الكاميرا ما رضيتش تدهاني تاني، مش عارف اعمل ايه. لا معقوله دول خلت ام ابراهيم تعمل كده؟ لا يا عم انا مش مصدق على فكره. انت بتتكلم تاني ليه؟ اي اصل هي ما تعمل. انا قلت ايه؟ نو هي امينه. نو هناك اقعد. طب هتعمل ايه يا عدوله دلوقتي؟ مش عارف امال فين بقى خيالك. بقولك ايه، انت اللي هتجيب الكاميرا يا منعم. منعم مين؟ اجيبها ازاي؟ امال فين خيالك السينمائي يا معلم؟ بص يا معلم، انت هتطلع على الشقه بتاعت ام ابراهيم، هي عندي في العماره، واخد بالك، مفيش حد عند ام ابراهيم خالص الساعه دي. هتدخل على الصاله هتلاقي ام ابراهيم تجاهلها كانها مش موجوده، هي مش موجوده في الصاله دلوقتي خالص. هتمشي شويه بعد ما تعدي من الصاله هتلاقي الاوضه بتاعتها، مفيش حد خالص، هتلاقي الواد ابراهيم ابنها تجاهله تماما، هتلاقي شويه عيال تانيين اخواته الواد ابراهيم برضو تجاهلهم. المهم هتوصل للكاميرا جنب اوضه النوم في الكومودين بتاعها، هتاخد الكاميرا، مش هتاخد الكومودين، وهتاخد الكاميرا وتجيلي وانا على الباقي يا معلم. جايلك يا ام ابراهيم. عادل انت متاكد ان هو موجود دلوقتي عند ام ابراهيم؟ ايوه انا بعته لقدر بايدي. بابا مش حرام عليك اللي بتعمله في اونكل بومبا؟ حرمت عليه عيشته، ده بومبا ماشي. حرامي حرامي فين الكاميرا يا وليا؟ عملت ايه؟ كله تمام؟ كله تمام يا دولا. طب اتكل انت على الله، انت هتبقى على اشاره يا رمزي. ماشي اشاره دي مش اشاره. يا غبي، امشي هناديلك. الحقوني 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 يا استاذ عادل، لازم اتحركت عنك. حرامي ازاي يجي البيت وهو عارف ان انا ساكن في البيت ده؟ انت اتجننت ولا ايه يا حرامي؟ الحق يا عادل، انا شحورت الحقوني، عادل مين يا حرامي؟ وعشان سمعتها بتقول اسمي انت كمان كأنك صاحبي يعني؟ لا لو النبي يا عادل وديني الاسم ارحم ارجوك، انا مش عايز اموت. اسم مين؟ انا رمزي. مين ايه يا غبي؟ تعالى يالا خشوا يا رجالة. جبت رجالة؟ هم تدولة. بص يا جماعة، عد 1 2 3 ابدأوا ضرب، 1 2 3 اضرب. مش عمال بيزن عليا كل شويه عشان الفلوس بتاعته. طب يا دوله، ما دام يعني عمال يزن على ودانك كده، هو ما تحط له قطن في ودانك هنا او سفنج. انا مش عارف اعمل ايه مع الراجل ده، بيكلمني كاني شغال عنده يعني، بشنبه اللي عامل زي قرن الجاموسه ده. لا بس بصراحه يا دوله، يعني معلم خلفاوي ده راجل جدع. جدع ايه يا ابني؟ ولا جدع ولا حاجه. ده انا بقى ما بقاش جدع لو ما خدتش فلوسي دلوقتي. معلم خلفاوي، والله حضرتك لسه كنت جايب سيرتك انا والحيوان ده. بأمارة قرن الجاموس، عسر الكلام، اطلع بفلوس يعني الصاب. بص حضرتك، انا مش نصاب ولا حاجه، انا ليا فلوس كتيره قوي في السوق، بس الناس ما عندهمش دم ما بيدفعوش حضرتك لغايه دلوقتي يعني. ما تقول لنفسك يا اخي،
قصدك ايه؟ قصدك ان انا ما عنديش دم؟ ماشي، عموما قشرتي ما بتلف تلف وترجع لصاحبها. اما صحيح اللي اختشوا ماتوا، ابقى مضايقينك وتغلط فيا وفي منطقتك. طيب عادل، انا هاخد فلوسي تالت ومتالت، وانا انت ماشي على مفخرك اركبه. مع الف سلامه يا معلم الكل. الف سلامه، الف سلامه. مش تقول لي يا غبي، مش تقول لي ان هو واقف ورا ظهري. احسن ماشي ماشي يا رمزي، ما فرجتك. بقول لك إيه؟ ايه، عايزك تطلع تجيب لي التمثال بتاع حتحور ده، اخده معايا وانا رايح للمعلم ابراهيم، يمكن اخد منه فلوس. حضرتك لا ولا اقول لك؟ لا بلاش، هتكسره، ما انت هو بتكسر طول الوقت. انا هطلع اجيبه بنفسي، وادي السلم كويس. ماشي اطلع بقى دوله، بس بقول لك ايه، اطلع واحده واحده. ليه يعني؟ طالع سلم المجد؟ ايه ده، السلم بيرقص كده ليه يالا؟ ايوه دولا، ما السلم ده اللي جايبينه من شارع الهرم. رجلي يالا، رجلي. اه يا دولا، نسيت اقول لك حاسب السلمه المكسوره. يخرب بيتك، جاي دلوقتي تقول لي حاسب السلمه المكسوره؟ رجلي يالا، اتصل بالاسعاف ولا اتصل بدكتور بسرعه؟ طب انا ما ينفعش اتصل بالدكتور وهو اللي اتصل بالاسعاف ويجي؟ اعمل اي حاجه، الحقني يالا، رجلي شكلها اتكسرت ولا بسرعه. بس الف حمد وشكر ليك يا رب، السلم لسه بخير. اتصل. حاضر يا دولة، مليني دولة. كام يا دولة؟ نمرة ايه؟ نمرة الدكتور. 55 يا حبيبي، 55، عين وصابتك ورب العرش نجاك. يا ماما، وانا خبطت في ميكروباص منه للازفت الطين رمزي. انا كنت خايف ان هو يكسر التمثال، كسرت رجلي وكسرت التمثال. معلش يا دولة، الف سلام عليك يا عم، بكره ان شاء الله تخف اهو، واللي اتكسرت جبس اهو. دولة، مش كنت تاخد بالك برضو كده يا عادل عشان ما تتكومش؟ انا مش عارفه انت اصطبحت بوش مين النهارده. انا عارف اصطبحت بوش مين. ايه الخفه اللي انتوا فيها دي انتوا الاثنين؟ هو ايه، سكتناله دخل بحصان ولا ايه؟ بابا، هو ده الجبس اللي بيبنوا بيه العمارات؟ اه بصي جسيه كده اهو. عموما اطمنوا يا جماعه، الدكتور طمني خالص على الاخر، يعني قال ان هو تمزق في الوريد الشرياني ويتبعه تقلص في العضلات وتمزق فيها، واذا حمل عليها اكتر هيحصل انهيار كامل للعمود الفقري كاملا من اوله لاخره. بس والله في امل يا عادل. يا نهار ابيض، لا ده انت طمنتيني خالص، ده انا كنت خايف. الحمد لله يعني انها جت على تمزق. يا نهار اسود يا حبيبي، اذا ما كنتش انا اطمنك مين هيطمنك؟ بس يا عادل، ده انا شريكه حياتك يا بابا. طبعا يا حبيبتي، انا اكتشفت فعلا ان انت اللي شركت حياتي. دولا انت كده بقى هتبقى ابو رجل مسلوخه. يا عادل، طب انت هتعمل ايه في الاسبوعين دول؟ هتروح البازار بكرسي ابو عجلات؟ ابو عجلات يعني؟ ان شاء الله مفيش مشكله خالص بالنسبه للبازار. بس بجد يا جماعه، انا متفائل بالروح اللي حواليا دي، يعني مبسوط جدا. لا، وانا عايزاك تتفائل اكتر علشان موضوع البازار ده محلول اصلا. محلول اصلا وبتقوليها بثقه كده وتشوحي بايدك؟ هتعملي ايه بقى يا ننوسة عين مامتك؟ هتجيبي التماثيل ترصيها جنبه على السرير، ولا اقولك نصف فاترينا كده ورصي فيها التماثيل بايدك؟ اه يا جماعة، على فكرة، واللي يجي يشتري منه التماثيل يجيب بقى كيس فاكهة معاه. لا يا خفة، انا اصلا قررت ان انا هروح اقعد في البازار مكان عادل. ده على اساس انك خريجة قسم اثار فرع بازارات، صح؟ يا رانيا يا حبيبتي، البازار ده مسؤولية وده شغل ضخم، ما يقومش بيه 100 راجل على الاقل. يعني ونبي، اديني فرصتي بقى، اديني فرصتي عشان اثبت ان وراء كل رجل مكسور امرأة عظيمة. ميل وسجينه واتحمل، ميل وسجينه، شباكنا ستاير وحرير. ايه الزفت اللي انت بتعمله ده على الصبح؟ صباح الفل يا رانيا. بصي، انا قلت بقى دولا مش موجود، ففرصه اخد هدومي في امين. ما تقلعي عشانك تغسله لك يا رانيا. شيل الهباب اللي انت بتهببه ده يا قرف، واعمل حسابك من النهارده وطالع انا هنا زي عادل بالظبط. خلي بالك بقى من رجلك، الغربال الجديد له شده برضه. شفت قاعد في بازار؟ فعلا يا رانيا، يعني هي لو كانت غساله كانت تبقى ارحم. بص يا رمزي، استاذ رمزي لو سمحتي، انا من خلال دراستي لحالتك اشك، بل اكاد اجزم، ان انت عندك انفصال او انسلاخ في الشخصيه. ربنا يحفظك. الاقي عندك تمثال امون رع؟ والله يعني للاسف كان عندنا وخلص. طب ولا تمثال حورس؟ والله يعني للاسف ما كانش عندنا وخلص. ايه ده؟ شغالين ازاي؟ فين صاحب المكان؟ والله يعني هو انكسر وخلص. بص يا خلص، استاذ خلص لو سمحتي، من خلال فهمي للمشكله توصلت للحل، وهي انك تمسك ورقه وقلم وتلف على البازارات اللي حوالينا، تشوف في ايه هناك مش موجود عندنا وتكتبه. بس ايه؟ اوعى حد ياخد باله منك.
يعني كده هو انا اكتب وانا مش واخد بالي ان الورقه معايا مخبيه ورا ظهري. يعني اعمل اللي انت عايزه يا رمزي، بس المهم الورقه دي تكون عندي النهارده. ايوه رانيا، بس دول لو شافوني هيموتوني. يا اخي يا ريت ابقى كده وصلت لاول خطوه لاصلاح البازار ده. حد اتكلم النهارده؟ الحاج خفرع. ومين الحاج خفرع ده؟ تاجر من تجار التماثيل، بس ايه، يعتبر صنم في المجال ده. هو طب هو عايز ايه؟ كان بيسال يعني على البضاعه اللي هو كان عايزها مننا. طبعا مفيش بضاعه، لان هي دي مشكله. لا يا رانيا، المشاكل كلها عند المعلم خلفاوي. ليه هو المعلم خلفاوي عايز مننا تماثيل؟ لا، احنا خدنا منه تماثيل وما ادينالهوش الفلوس عشان احنا ناس ما عندهاش دم. احنا بقى فلوسنا عند ناس تانية ما عندهمش دم غيرنا. يعني احنا ما عندناش دم وهم ما عندهمش دم. انا كده بقى عرفت المشكلة فين. ماما انا مش عارف انقي الرز ده صح ولا غلط، لان بطلع منه الزلط بس حاسس ان بطلع الرز مش بطلع الزلط. يظهر بقى ان الكسر بتاع رجلي ده اثر على نظري. الف بعد الشر عليك يا حبيبي، انا قلت بس اسليك بدل ما انت قاعد كده لا شغله ولا مشغله. وهو الواحد برضو يعمل بلقمته. عشنا وشفنا عادل قاعد بينقي رز ومراته ماسكه شغل البازار. ما حدش يتكلم عن ماما كده، دي بقت راجل البيت دلوقتي. روسي ماما بقت راجل البيت وانا بقيت ايه؟ خيال مقاتة. شايف بنتك المفعوصه معصوفه الرقبه؟ صحيح اللي بلادر على فمها تطلع البنت لامها. ماما جت وحشتيني يا ماما. حبيبتي ماما، روح ماما قلب ماما، وحشتيني موت. مساء الخير يا جماعه. تنور. ها ايه يا رانيا، ايه الاخبار؟ جبتي لي الحاجات اللي انا طلبتها منك؟ يا عادل نسيت، معلش. انت عارف زحمه الشغل يا حبيبي، طمني عليك، رجلك عامله ايه؟ الحمد لله، هو قاعد زي اي ست بيت شاطره بيتنقي الرز عادي جدا. حشتيني يا حبيبتي، هوس في داي. ام اوكي يا مامي، انت عارفه بنتك بقى وقدراتها. انا عايزه اثبت لعادل ان وراه ست تاكل الزلط. اهو يا حبيبتي الزلط مجهزه لك لوحده اهو، تاكليه براحتك يعني. طب يا حبيبي اخش اغير انا بقى. حماتي حبيبتي لو سمحتي، من فضل حضرتك انا عايزه بعد كده اجي من الشغل الاقي الاكل جاهز على السفره، لان انا بتعب يا جماعه، بتعب فعلا. رعوني رعوني، الله يخليكم، بتعب. اوف، وادي الرز وادي الزلط، مش عايز اكل رز. رانيا، هو انت مش هتخرجيني النهارده زي ما وعدتيني يا حبيبتي ولا ايه؟ والنبي عادل يا حبيبي سيبني في اللي انا فيه. طب جبتيلي كريم الشعر اللي قلت لك عايزه؟ يا عادل انا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ وانت بتعملي ايه بالورقه اللي معاكي دي؟ برتب شويه افكار هتخلي البازار ده بازار الاحلام. انا حاسس انه هيبقى كابوس الاحلام. انا تشوفي يا حبيبي افكاري هتوصلك لايه؟ انت بحسساني ان هرجع لاقي متحف. بص يا عادل، انا مؤمنه بحكمه بتقول ان اللي بيقول ما بيعملش واللي بيعمل ما بيقولش، وانا مش بقول علشان انا لسه بعمل ولسه ما عملتش ومش هقول غير لما اعمل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هي دي حكمه ولا فزوره؟ ماما بقولك ايه، عايزه مصروفي. ايه ده يا ياسمين يا جميله، معقوله هتاخدي مصروفك من ماما وبابا موجود؟ هاتيلي البوك، قصدي هاتيلي المحفظه. هو انت خدت مصروف من ماما؟ عاجبك كده يا رانيا؟ شايفه الكلام اللي ياسمين بتقوله؟ خدي يا ياسمين، خدي حبيبتي. يلا يا ستي. رانيا انا لسه ما خدتش. خدي يا ياسمين، ادي لبابي. انا خدت يا ابني. عادل، في واحد بره عايزك، اسمه خوفو. اسمه المعلم خفرع. خوفو خفرع اهرامات وخلاص. طيب بدل ما توقف الراجل بره، خليه يدخل ويقعد في الصاله واعملي له حاجه، بدل ما انت واقفه زي ابو الهول كده. يا ابو الهول. طب بس افك الجبس واقوملك. اهلا 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 يا معلم خفرع. اهلا 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 يا حبيبي، يا اعز واعرق صديق ليا. ربنا يخليك. ازيك يا عادل؟ الله يسلمك، اتفضل اتفضل. الف سلامه. والله يعني تعبت نفسك بزيارتك لينا دي، يعني مش معقوله يعني. لا والله انا اول ما عرفت اللي حصل ده فرحت، قصدي زعلت، وقلت واجب اني اجي ازورك واقعد اطمن عليك ساعتين ثلاثه خمسه سته عشره زي ما انت عايز. يا نهار ابيض، ده واضح ان حضرتك فاضي يعني يا حاج. يعني هو فعلا يا بخت من زار وخفف، لكن حضرتك هتقعد معايا 10 ساعات ايه على ما تخلص البرتقال اللي انت جايبه؟ برتقال؟ ده تفاح، تفاح امريكاني. تفاح امريكاني. ده تلاقي فيه بوش بقى.
ابعد. يبوشك في الفلوس ب15 جنيه الكيلو، ولما تروح بعد ما تشتريه ما تلاقوش تفاح، تلاقيه زي ما انت قلت برتقال. عموما يعني متشكرين جدا والله يا حاج خفرع، مش عارف يعني نردها لك ان شاء الله في الافراح. لا لا مش عايزك تردها لي، استنى بس لما تشوف انا جايب لك ايه تاني. ايه جايب لك؟ معايا احلى هديه، هديه 100 100. ايه ده تمثال رجله مكسوره؟ بالمناسبه هو رجله مكسوره وانت رجلك مكسوره، يبقى الرجلين مكسورين. نردها لك ان شاء الله واجيب لك تمثال رقبته مكسوره. فكرتني بالواد ابني الشقي، دايما بيكسر رقبتي. راح اتجوز من ورا مني، اتجوز واحده رقاصه وجارته اتجوزها كده، لا عرفي كمان. اتجوزها عرفي؟ انا نسيت صحيح يا معلم اعرفك بالمدام، رانيا مراتي، بس متجوزها على سنه الله ورسوله، مش عرفي ولا حاجه. الحمد لله. اهلا يا معلم، نورتنا وشرفتنا. لا لا انا بشرف بس، انما النور منك انت، انت اللي نورتين. ما قلتليش اخبار التماثيل اللي انا طلبتها منك ايه؟ موجوده ومركونه عندي بقالها فتره طويله، لدرجه انها ادمت قوي، يعني بانت انها اثريه بحقه حقيقي. بس بيني وبينك يا استاذ عادل، انت مش عاجبني في شغلك اليومين دول، مش عاجبني. ما هو ده راجع حضرتك للاسلوب التقليدي السريالي اللي بيتعامل بيه عادل مع اداره الشغل. ايوه انا عايزاني اعمل ايه يعني؟ اجيب الزباين بمطوه من قدام باب البزار اخليهم يشتروا بالعافيه؟ انا رايي ان احنا نواجه تحديات السوق بان احنا نطور من نفسنا عشان نبين تفردنا في السوق. ولو اني مش فاهم حاجه من اللي قلتيه، انما كلامك 100 100 يبقى مظبوط. هدي لحضرتك مثل، ايه رايك مثلا واحنا بنبيع اي تمثال ننزل معاه دفتر عناوين وارقام تليفونات شركه السياحه والطيران والفنادق، وفي نفس الوقت كمان عنوان البازار والحاجات اللي موجوده فيها از دعايه يعني للبازار. ربنا يخليك ويبارك فيك كده. 100 100 هي الطريقه دي اللي هنمشي بيها كل الحكايه. هو ايه اللي 100 100؟ طب ما بالمره بقى نعمل امسكيات تتوزع في رمضان. يا سلام، بصراحه انت معاك ست ولا كل الامسكيات. قصدي ولا كل الستات. لا وانت الصادق، انا عندي 6 ستات. لا ده انا هقول لحضرتك بقى على فكره، انما ايه هايله. ايه راي حضرتك ان احنا نتفق مع شركات السياحه انها تنزل عندنا الافواج مقابل كوميشن هياخدوه من الارباح؟ ناوي. شايفه راجل فعلا ما يجيبها الا ستاتها. كلمت المعلم خلفاوي زي ما قلت لك؟ اتصلت بيه وزمانه جاي. ربنا يستر يا رانيا، ده انا خايف يجي يولع في البازار وفينا. ده الكلام ده لو انا مش موجوده هنا. مش موجوده ايه؟ ده اذا كان دوله ما كانش قادر عليه، انت هتقدري عليه؟ ممكن تخلص وتنقطي بسكتك؟ وده من اللي قلت لك عليه، اتفضل خد الورق ده. ايه ده، انت داخله انتخابات ولا ايه؟ ده دعايه للبازار يا غبي. ياه ايه الافكار الجميله دي؟ انا مطلوب توزعها على السياح كلها. يا ايه الافكار المتعبه دي؟ يلا يا شمال غنوب. ولا تعالى. ايه بتبرطم؟ بتقول ايه؟ ما بقولش. لا بتقول. انا دي بضرب. بحسب. يلا قول. السلام على من يرد السلام لاحلى مدام. اهلا اهلا يا معلم خفرع، اتفضل اقعد اتفضل. ربنا يخليكي ويبارك فيكي. الطلبيه جاهزه؟ طبعا جاهزه يا معلم، انت تؤمر. ربنا يخليك، بس انا معذور شويه، ارجوكي هدفع نص المبلغ وبعدين بعد سنتين هدفع الباقيين. قصدي بعد شهرين. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا اهلا يا معلم. مين؟ المعلم خلفاوي. اهلا يا معلم خوف خفرع. اهلا. احلى ادائك يا اخي. اتفضل اقعد اتفضل. الحقيقة يا جماعة أنا جمعتكم النهاردة عشان نحل مشكلة المعلم خلفاوي مع عادل. لا مؤاخذة يا مدام، الأستاذ عادل زودها معايا قوي، وبعدين أنا صاحب حق يا ناس. معلش يا معلم، أصل هو مش مطنشك، بس هو الموضوع ساعات يعني البني آدمين بتمر بظروف، والمشكلة إن شاء الله محلولة. محلولة؟ إزاي يعني؟ إحنا لينا فلوس عند المعلم خفرع، هيدفع لحضرتك جزء دلوقتي وجزء بعد شهرين. أصل الفلوس دلوقتي مع التيوس، وبالنسبة لي إن شاء الله مفيش مشكلة. بس شهرين كتير قوي يا مدام. ويمكن كمان قبل شهرين، ويمكن يومين، بعد ساعتين لما ربنا يفرجها ان شاء الله.
اظن كده يا معلم احنا خرجنا خلاص برا الموضوع ومشكلتك مع عادل اتحلت. صافي يا لبن بقى. لا 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 بلاش بلاش اتوي 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 لا خلاص خلاص ده ايه هيفك لي الجبس ولا هيقطع رجلي يا دكتور حضرتك؟ اثبت شويه ما تبقاش عيل. ما بقاش عيل وانا يعني عشان ابقى راجل؟ استنى يا عم محمد، وانا عشان ابقى راجل يعني يقطع لي رجلي؟ خمس دقايق من منشاره وهتخلص. بص حضرتك انا بحب الجبس جدا يعني يا ريت ما يقطعوش خلاص لان انا ولفت عليه وبعدين مدفي لي رجلي يا دكتور. في ايه يا عمته؟ هما جايبيننا يا دكتور من المطبخ ولا ايه؟ اسكتي خالص احسن لو سمعك هينشر لك رجليك كده. ينشرها بس يا ريت قبل ما ينشرها يعصرها. خلاص يا سيدي شلنا الجبس، كل كسر وانت طيب. وانت طيب يا دكتور، عقبالك كده ان شاء الله وممكن الصبح تنزل الشغل. الف شكر. استاذن احنا بقى. اتفضل. مع الف سلامة. مع الف سلامة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يلا قوم يا بطل شد حيلك، الحق انقذ ما يمكن انقاذه. في يا سناء البازار ولع ولا ايه؟ لا قصدها تقول ان مراتك عامله فيها ام العريف. جيب العواقب سليمه يا رب. والنبي يا حاجه ادعي لي. ما تلحق يا عادل تكلمها في التليفون احسن تكون بعت لك البازار. ما انا كل ما باجي اكلمها عامله لي بنضارتها كده مش عارف اتكلم معاها في اي حاجه خالص. الله، هو انت ما تعرفش هي بتعمل ايه؟ والله يا ماما لغايه دلوقتي مش عارف، لا شفت منها الابيض ولا اسود، بس ان شاء الله ان شاء الله كله هيتعوض. يا ماما دي حد عارف يكلمها؟ اللي عامله رساله بتعمل لي دكتوراه بنضارتها دي. انا بقى بستحلف لها. هتعمل ايه يعني؟ هجيب شوال رز من ابو زلط وخليها تنقيه. السلام عليكم. عليكم السلام. دولا حبيبي وحشني يا دولا. الف سلام عليك يا دولا. اهلا اهلا اهلا. والله يا دولا احنا في غيابك ولا لنا اي لازمه. يا ابني انت في حضوري او في غيابي مالكش اي لازمه يا رمزي. حبيبي يا دولا. ايه البازار ده؟ يلا هو البازار ده بتاعنا ولا ايه؟ لحظه واحده اروح اسال اي حد معدي بره واجي لك فريقه. لا 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 روح اسال وما تجيش خالص. يلا اتكل على الله. لا حبيبي اضربني والنبي يا دولا اضربني. حبيبي بصراحه يعني يا دولا الشغل في غيابك كان فريره. قصدك ايه يعني؟ قصدك اروح اجبس رجلي تاني عشان يفضل فريره؟ يا ريت بقى. اضرب 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 اضرب. والله مش فاهم عينيا مش فاهم عينيا. يا غبي اسمها مش مصدق عينيا. يا الف حمد لله على السلامه يا استاذ عادل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ازيك يا معلم خلفاوي؟ اتفضل اتفضل. معلش يعني انت المره اللي فاتت لما شرفتني رجلك كسرت، ربنا يستر بقى المره دي. يا سيدي عفى الله عما سلف، وبعدين انا خلاص خدت حقي. خدت حقك عشان رجلك كسرت يعني هتتنازل عن فلوسك؟ انا مالي ومال الكسر، انا خدت فلوسي من معلم خفرع. المعلم خفرع ازاي ده حصل يعني؟ الست بقى، الست مراتك دي توزن دهب، ست مخها يوزن بلد، ست ذوق، امال ايه؟ مراتي هي اللي افتكرت. ما عارف دي كلها بناء على توجيهاتي يعني، انا اللي قلت لها حاولي تظبطي كل حاجه ولبسي طاقيه ده لده، فواضح ان انت حضرتك طاقيه وادت المعلم خفرع طاقيه. خدت طاقيه؟ نفسي اخد طاقيه. هديك. حبيبتي ده خاتم ذهب يعني هديه صغيره اعتراف بالجميل اللي انت عملتيه. يا عادل يا حبيبي والله الموضوع مش مستحمل خالص، يعني ده واجب عليا والمفروض ان انا كنت اعمل كده. عادل اوعى يكون ده 18. حبيبتي جينا بقى للكلام الفلسو بجد يا رانيا، انا مش عارف اقول لك ايه على موقفك الرجولي اللي انت عملتيه. رانيا انت راجل يا رانيا. ما تحافظ على ملفظك يا عادل، راجل ايه وبتاع ايه؟ ايوه طبعا يا حبيبتي انت قمتي بدور ما يقومش بيه 100 راجل، لان انا طبعا ب 100 راجل انت عارف. يا سيدي ده واجب علينا يعني، اتكسر انت بس كده كل يوم وشوف انا هعمل عشانك ايه. اتكسر وكل يوم؟ فعلا